عبد الله الدبلة إعلامي وقيادي في حزب الإصلاح اليمني الذراع السياسي لجماعة الإخوان في اليمن. دبلة من أبناء مدينة الخوخ الساحلية بمحافظة الحديدة، كان قبل سنوات يعبر عن امتنانه لقوات الشرعية والمقاومة والتحالف لتحريره مدينته من قبضة ميليشيا الانقلاب الحوثية. أنا طبعا من أبناء مديرية الخوخة، والفرح كما يتواصل معي الأهل هناك، الجميع فرحون، خاصة أن أبناء الخوخة الذين حرروا الخوخة هم في اللواء الأول تهامي، كانوا نازحين مع أهاليهم، وهم من انضموا للجيش الوطني، وهم من حرروا بلادهم بمعاونة المقاومة الجنوبية وكذلك أيضا التحالف العربي. كان تحرير الخوخة ثمرة الجهود الإماراتية في دعم المقاومة، وتمكن عبد الله دبلة أخيرا من العودة إلى مدينته المحررة بعد 3 سنوات من النزوح. باعتباره كان متابعا لما يجري في الميدان، فكان اليمنيون ينقلون عنه إقراره بفضل التحالف العربي والإمارات تحديدا لمساهمتهم في تحرير المدينة. كان دبلة يكشف أيضا عمليات الاغتيال الحوثية لأبناء اليمن. 4 حالات قتل لمواطنين نتيجة قصف الميليشيا الحوثي لمناطق مأهولة بالسكان في منطقة الخوخة أو مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. رغم هذه المواقف، غلب الولاء للجماعة على الولاء للوطن، خصوصا عندما انتقل عبد الله دبلة للعيش في اسطنبول، حيث تحولت اهتماماته من دعم أبناء وطنه الذين يقاتلون ميليشيا الحوثي. هاجم التحالف الذي حرر مدينته وأصبح بوقا للإخوان وداعميهم الذين يخوضون حربا مشبوهة لتشويه التحالف. الإمارات عموما هي شريك في إطار التحالف الوطني. انقلب دبلة وأصبح يهاجم التحالف ويتهمه باغتيال قيادات يمنية، رغم أنه سبق واتهم الحوثيين بأنهم هم من يقومون بعمليات الاغتيال. انحاز دبلة لدول مثل تركيا وقطر، رغم أنهما لم يقدما شيئا لليمنيين، بل دعموا الحوثيين وأنكر فضل أبناء وطنه والتحالف الذين حرروا مدينته وأغلب الأراضي اليمنية.